بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده عايز اكلم زملائي الاطباء عن مشكله دايما بيخاف منها مرضى السكر. المشكله دي ساعات بيضخموها زياده عن اللزوم، وساعات ناس بتقلل من حجمها، وبالتالي لازم ناخدها بصوره معتدله، وهي القدم السكري، او بمعنى اصح الخوف من البتر اللي قد يحدث لمرضى السكر. مشكلة القدم في السكر طبعا هي إحدى المضاعفات المتعارف عليها، ولكنها لها مقدمات قبل ما يحصل المشكلة بسنين. يعني لما تيجي تشوف السيناريو، واحد داخل المستشفى في استقبال بيعمل بتر لا قدر الله في رجله، ده نهاية الفيلم، يعني ده القصة اللي بينتهي بها الفيلم. لكن لو حضرتك تابعت بقى الفيلم من الاول، رجعت الشريط، تكتشف انه من بداية الفيلم حصل عدة مراحل وعدة مواقف وعدة صور كان ممكن الدكتور او المريض يتدخل في واحدة من دول بحيث انه يمنع حدوث هذه النهاية المؤسفة للفيلم. بمعنى انا هبتدي بقى ارجع بالاخر من الفيلم، من الاخر، عشان يحصل قدم سكري غالبا بيبقى عندي مشكلة في الأوعية الدموية بتاعة القدم، ومشكلة في الأعصاب الطرفية بتاعة القدم. وعشان الناس برضو ما تقعدش تخاف، لأن كل واحد يجي له شوية تنميل خفيف أو شكشكة في رجليه يجري وخايف، لك أنا خايف، بيروح للدكتور أنا خايف رجلي تتقطع إلى آخره. لا، المشكلة الإحساس التهاب الأعصاب في السكر طبعا بيحصل في ناس كتير، ولكن له مراحل ودرجات. لو وصل لمرحلة إنه المريض نفسه ما يقدرش يحمي نفسه من حاجة تعوره من بره، أو يعمل دامج بمعنى أصح للقدم، دي المرحلة اللي بنخاف منها ولازم نعمل إديوكيشن. حضرتك بتعرفها إزاي؟ مش مجرد الكشف العادي للأعصاب، هي مجرد حاجة بسيطة، بتجيب حاجة اسمها مونوفيلمنت وبتلمس بيها طرف الصباع والبطن من القدم، ليها أماكن. مونوفيلمنت دي حاجة زي الفتلك، بتضغطها لو العيان حسها، حتى لو عنده اعتلال اعصاب وحتى لو بيجي له تنميل، لكن طالما حسها بنسميه ده مش فالنربل فوت، يعني ده بروتكتد. بمعنى لو داس على حاجه دخلت في رجله هيحس، لو لبس جزمه ضيقه هيحس، لو جاي قص ضوافره ودخل ناحيه الجلد هيحس. انا يهمني ان يبقى عنده درجه من الاحساس تحميه انه يحصل دامج من غير ما ياخد باله. لو ما حسش المونوفيلمنت دي معناها انه ممكن يتعرض لاي مثال من اللي انا قلته، جزمه ضيقه او قص ضوافره او رمله محطوطه في الحذاء بتاعه لبسها عليه وقعدت تضغط عليه، او حتى اقول لك ايه، شراب متخيط، مجرد اي حاجه تحصل فيها لوكال بريشر ممكن تعمل له تفقفق، بعدين تعمل له قرحه، وبعدين تؤدي المشاكل. المشكله انه ده بيحصل هو مش حاسس، بيروح البحر ممكن يحط رجله على رمله يحصل حرق، في الشتاء يحط دفايه او قربه يحصل حرق. لو ما حصلش ده، لو واحد عنده التهاب اعصاب ومش حاسس برجله ومفيش حاجه عورته من بره، غالبا مش هيحصل له اي حاجه في قدمه. اذا المشكله انا عندي رجل حساسه مش حاسه، يعني فالنربل، والعيان ما خدش باله عشان انت ما اديتهوش نصايح. ونمره اتنين كمان، خصوصا لو عنده مشاكل طرفيه في الاوعيه الدمويه بتاعه القدم، فالدم مش مندفع، فلو الدم ما وصلش بكميه كافيه وانا جالي التهاب او قرحه وتعورت وانفكشن وانا مش حاسس ونازل ماشي على رجلي بدون ان اعلم، وبالتالي بتكبر ومفيش دم رايح عشان يدافع عن الجسم، طبعا انتوا عارفين كرات الدم و الى اخر المناعه كلها، وبالتالي يبتدي يحصل جنجرين، الجنجرين ياكل الاوعيه الدمويه اللي حواليه كمان ويبتدي يكبر يكبر، والمريض مش حاسس فيروح للدكتور في مرحله ليس هناك اي حل غير بتر. لو رجعت بقى من السيناريو من الاول، لو انا اكتشفت سكري بدري وظبطت الكوليسترول والضغط والعوامل والتدخين، مش هيحصل لي لا التهاب اعصاب، او هقلل احتمال التهاب الاعصاب ومشاكل الاوعيه الدمويه، وبالتالي رجلي مش هتبقى معرضه لده. خلاص عدت عليا المرحله دي ونسيت ومشيت، وابتدت تحصل لي التهاب اطراف اعصاب. لو وصلت لمرحله اللي قد تؤدي المشاكل، لو خدت بالي وخدت انستراكشن اديتها للعيان، خلي بالك ما تمشيش حافي، خلي بالك ما تلبسش شراب متخيط، خلي بالك ما تلبسش جزمه جديده اكتر من ساعتين ولازم تبص في رجلك، خلي بالك ما تروحش في الرمله السخنه من غير ما في حاجه تحمي رجلك، لازم كل يوم تبص على رجليك وتفتشها لو في حاجه صغيره انت حصلت وانت مش حاسس بيها، يعني كلها اديوكيشن. المشكله انت مش هتقول لك العيان ده غير لو كشفت على قدمه. الكارثه الكبرى عندنا ان الغالبيه العظمى من الاطباء ما بيقلعوش المريض الحذاء ولا الشراب، دي كارثه. كارثه، لان انت بتهيأ لك طالما ما اشتكاش فهو ما عندوش مشكله، ده بالعكس، ده عشان ما اشتكاش ان هو مش حاسس، وممكن تفاجئ تقلعوا الشراب تلاقي عندك كارثه. فلو سمحتوا قلعوا الشراب وبص في رجله في كل
زيارة لو عنده التهاب أعصاب، أو سنويا لو ما عندهوش، لكن لازم تطمئن إن ما فيش هذه التهاب الأعصاب فتديله الانستراكشنز. وبالتالي لما عملوا مرة مؤتمر زمان كيف نمنع مشاكل القدم السكري، كانت ناس معتقدة هيتكلموا على الأدوية الموسعة للشرايين والفيتامين بي، وكل ده كلهم اتفقوا إنه أهم حاجة إن يقولوا للدكتور لو سمحت قلع مريضك الشراب أثناء الكشف. وشكراً.